عندنا هذا الخيار اللي هو من الخيارات المهمة جدا جدا، وهو اتجاه الورقة. اتجاه الورقة، هذا الخيار المفعل هو اتجاه من اليمين إلى اليسار، مثل ما لاحظ اتجاه السهم متجه إلى اليسار. وهذا الخيار هو اتجاه ورقة من اليسار إلى اليمين، مثل ما لاحظ اتجاه سهم من اليسار إلى اليمين. طبعا إذا أنا عندي كتابة إنجليزية أستخدم الخيار هذا اللي هو من اليسار إلى اليمين، وإذا عندي كتابة عربية أستخدم الخيار هذا اللي هو من اليمين إلى اليسار. زين، شنو الفرق؟ الفرق أنه أنا لو عندي هذا الخيار مستخدمه وعندي قائمة، ألاحظ أنه الأرقام راح تكون على اليمين. ليش؟ إحنا بلشنا من اليمين باعتبار أنه هذه هو اتجاه ورقة من اليمين. إذا اخترت هذا الخيار راح ألاحظ أنه الأرقام راح تكون من اليسار. خو هل هو صحيح أن أول مرة النص وبعدين الرقم؟ أكيد لا، خصوصا اذا كان عندي النص عربي. اذا كان عندي النص انجليزي ماكو مشكله ان الرقم قبل النص، ولكن اذا انا عندي عربي ما يصير، لازم يكون احددهم ذني كلهن واختارهن اتجاه من اليمين الى اليسار حتى بالترقيم. وهو اكو بعد امور راح اعاني من عندها اذا انا مستخدم اتجاه ورقه خطا.